مش انا قلت لك ان تيكي وريكو دول في بينهم مشاكل؟ والله تلاقي الولية ما بتغزي العين وخلاص. تيكو وريكو دول لاف ستوري مولعه الدنيا، استحالة تطفي كده بسهولة. مهم دلوقتي تخليها تعزمك على فرحها، صورتك معاها دي مهمة جدا. ما انا بفكر ان انا لما اروح لها حفلة التوقيع اخد لها معايا هدية تكسر عينها فتعزمني. حاجة مثلا زي ملاحة اللي على شكل بوبي. وعيد الأم. خلاص عرفت هجيب لها ايه؟ هجيب لها البطانية اللي هي بتقول تصبح على خير اللي بيجي يعلنها في التلفزيون دي. مش انت مثلا يا يحيى لو جات لك هدية بطانية بتقول تصبح على خير هتبقى مبسوط؟ لا انا لو جالي بطانية بتقول تصبح على خير هجري طبعا، دي حاجة تخوف جدا. عندك حق، هي حاجة مخيفة فعلا. وبعدين ممكن تفتكر اللي انا عاملة لها فيها عمل ولا حاجة. اصل دي ليل نهار بتشير ستوريز عن الناس اللي مركزه معاها. احسن تفتكر اللي انا مركزه معاها. لا لا سبحان الله، معقوله لا فتركز بعد. لقيتها هديلها ظرف ابيض فيه نقطه. الناس بيبقى بينهم مصانع الحداد، اول ما يشوفوا الظرف الابيض اللي فيه النقطه بيبقوا سمن على العسل. على فكره انا اللي هيجيلي نقطه، انا هتصرف يا لهفه. خلاص انا هتصرف، يلا يلا يا يحيى انا خلاص جبت اخري. ايه معلش استنوا عشان انا كان عندي بروبلم تانية مش عارفه احلها ازاي. عملت ايه تاني يا لهفه؟ انا قلت لها ان انا عايشه قصه حبي ملهلبه ومش شايفه قدامي من الحب وكده، فقالت لي هاتي البوي فريند بتاعك معاكي في الحفله. فانا مش عارفه اجيب بوي فريند منين. صحيح تجيب راجل منين؟ تجيب راجل منين؟ تجيب راجل منين؟ مشكله، انا اعرف ناس دايخه على راجل بقالها فتره مش لاقي. يا مظهر انت هتجننيني، انت حاجه جنينيني. ما اتنين رجاله واقفين قدامك اهو، اختاري منهم اي واحد وخلاص. هو انت مثلا يا مستر مظهر قصدك اللي انا اخدك معايا واقول ان انت البوي فريند بتاعي؟ يا سلام، وليه لا يعني؟ في فرق في الستايل. ما تاخديني انا، في فرق اجتماعي. بص يا لهف، قدامك اتنين اهو تختاري منهم، واحد اهبل بسم الله ما شاء الله، والتاني راكز وعاقل ومالي مركزه. لكن تدخلي حد غريب في وسطينا ده اللي مش هسمح بيه ابدا. معلش سوري، يعني هو انت بتتامر وتشرط عليا كده؟ هبقى امرت ايه؟ بأماره الشغل اللي بينا. احنا في بينا شغل وفي بينا اسرار. اسرار ما ينفعش حد يخش ويعرفها، ده ريسك. خلاص هاخد يحيى، بس ده ريسك اكبر.